أدوية مرضى القصور الكلوي والسرطان والوباء الكبدي للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق الاستقلال الوحدة والتعاذلية. تفضل أحد، تفضل السيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان مبارك السادة الوزراء، سيدة والسادة النواب. السؤال هو لابد من ثمنوا الجهد اللي قامت به الوزارة في إطار الاتفاقية اللي تعقدات بين النقابة ديال الصيادلة ولا نعم باش الناس يبداو يحصلوا على الأدوية في الصيدليات وما يبقاوش يجيو حتى للرباط. الإشكال هو ديال هذه المرحلة الانتقالية، وبالتالي شنو هي الإجراءات اللي خذاتها الوزارة باش، لأنه المخزون ديال الأدوية في الصيدلية ديال الكنوبس بدا تينفد والناس تيجيو وما تلقاوش الأدوية وتضطروا يرجعوا، بينما في الصيدليات في الأقاليم ما موجوداش هاد الأدوية في هذه المرحلة الانتقالية. شنو هي الأمور اللي دارتها الوزارة باش يمكن تدوز هذه المرحلة الانتقالية بسلام؟ كلمة السيد الوزير. باش نوضح الأمور مزيان، تنشكرك السيدنا المحترم، باش نوضح الأمور مزيان. هذه الاتفاقية غتبدا التطبيق ديالها قلنا 60 يوم بعد ما تنشر في الجريدة الرسمية. ما معنى هذا بالضبط؟ غتبدا التطبيق ديالها على أرض الواقع يوم 17 جويلية يوليوز 2016، يعني باقي ما بداتش، حنا في هذه المرحلة الانتقالية. النقطة الثانية إجابتين. الإجابة الأولى هي قانونية، المادة 44 من القانون 65/00 مدونة التغطية الصحية تقول ما يمكنش خص الفصل بين تدبير القطاع وبين إنتاج العلاجات. فما يمكنش واحد الهيئة تدبر القطاع بحال لاكنوبس وتكون عندها الصيدلية. ما يمكنش كذلك نقولها متحمس أوليا لا سي ان اس اس تكون كتدبر القطاع وعندها المصحات. خصنا نلقاو شي حل جميع، وكنعرفوا هادشي 2005 كان القانون عطاهم 3 سنين، ويا للاسف كل مره التمديد الى حدود اليوم راه كنا مسؤولين على هذه القضيه. انا ماشي تنقول نسدوهم كل جهه لا فارماسيون، وني خصنا نلقاو حل، راه التمديد ماشي هو الحل. النقطه الثانيه المرحله الانتقاليه، فانا نجاوب، انا تنقول لا كنوبس ولا سينيزيس، لا سينيزيس ما عندهاش لا فارماسي، اي بورتون المشكل ما عندهاش لا فارماسي، ما عمرها كانت عندها. نفس الشيء تتبع الاتفاقيه ديال 2012 ديال 29 دواء. فاحنا غاديين مع جميع المدراء، وتنأكد أمامكم باش أنه المرضى اللي تهمنا أكثر وقبل كل شيء هما المرضى، باش ما يضيعوش في المرحلة الانتقالية. تنحاولوا ما أمكن مع بعض الصيادلة ونزربوا باش الأدوية تكون موجودة. السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضل. السيد الوزير، انا ما طرحتش الاشكال القانوني، تكلمت انا على المرحله الانتقاليه. احنا ثمنا الجهد فيما يتعلق بالموضوع القانوني، راه كاين نقاش في الان على مستوى البرلمان في موضوع اخر وله علاقه بالموضوع. الاشكاليه هي ديال النفاد. اليوم الناس الموزعين ديال الادويه ما بقاوش، ما تيوزعوش على الصيدليات هاد الادويه اللي كاينه الان، وما كايناش في الكنوبس الناس تتمشي وترجع وتجي. فهذه ثلاثه ديال الاسابيع. يلاه البارح عاد طرح في الموقع ديال الكنوبس انه ها هي الصيدليات اللي يمكن يمشيوا لها الناس، ولكن في هذه المرحله هذه امراض لا تحتمل الانتظار، لانه ما يمكنش شي حاجه اللي بسيطه فيها التمديد وفيها مرحله انتقاليه. الامراض بالاخص لا الوباء الكبدي ولا السرطان ولا القصور الكلوي وامراض اخرى متعدده. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيب اضافي؟ تفضل السيد النائب في اطار تعقيب اضافي، تفضل. عفوا عفوا عفوا، اولويه للاغلبيه، تفضل السيد النائب. كاين شي واحد من الاخوان العدل والتنميه تعقيب اضافي؟ شي واحد هز صبعه. لا بلاتي بلاتي بلاتي، راه طارح السؤال القانون، طارح السؤال من المعارضه، خاص يكون معقب من الاغلبيه. اذا ما كان شغل، عفوا عفوا، تفضل تفضل. رمضان كريم سيد الرئيس. تفضل. سبحان الله سيد الوزير. بغيت نخرج من الاغلبيه. لا تفضل يا كريم. سيدي قاسم ما زال ينتظر حصته وشراء حصص كجميع اقاليم لمرضى القصور الكلوي. هل هناك من تعقيب اضافي اخر؟ تفضل سيد النائب. معذره الاخ نائب، تفضل. سيد وزير، كنسالك على هذا السؤال. انا معاك، كنحبذ الاسئله ديال الاخوات والاخوه النواب بالنسبه للموارد البشريه. بين الموارد البشريه راه كاين واحد الخصاص اللي هو مهول، وبالخصوص مستشفى لاله الحسنه باليوسفيه، لانه راه واحد المستشفى اللي هو اقليمي، واحد المستشفى اللي خاصكم تعطوا واحد العنايه سيد الوزير،
لانه راه اشكال كبير تما في المنطقه بالنسبه للتلوث وبالنسبه ل راك تعرفوا هذيك الاقليم هذيك المدينه اللي هي مدينه فوسفاطيه ومدينه اللي كتحتاج العنايه اكثر يعني من الناحيه الطبيه. السيد الوزير كنت نتمنوا لك شي زياره لهذاك الاقليم باش تشوف انت وتعيش مع هذه الساكنه اللي هي يعني راك تعيش بلا ما نقول لك هذا الشيء راه انت راك تعرفه مزيان. وشكرا السيد الوزير. هل هناك من تعقيب اضافي اخر؟ كلمة السيد الوزير تفضل. بعجالة فيما يخص الأدوية فهمت متفقين أنا تنركز أنا غير قلت الفلول تنشرح علاش سبب اللي وزنا اللي وصلنا لهاد. أما في المرحلة الانتقالية فاحنا لأن غير باش نذكر أنا ما خصش المواطن المغربي يعرف الحقيقة واش تظنوا بلا مثلا اللي كان كياخذ في لاكنوبس مثلا اللي في الداخله ولا في بوجدور كيش الطياره تجي ياخذ الدوار هذا الشيء كان لاكنوبس في الحقيقه تتصلح غير هذوك الناس اللي قراب اللي بكل صراحه واش اللي في بوجدور تيهز الطياره باش يجي ياخذ الدواء ما عمرو يجيك وما عندوش باش يجي الطياره. فاحنا بغينا نحلوا هذه المشكله المرحله الانتقاليه صعيبه صحيح واني واخذين جميع الاحتياطات اللازمه. لكن فيما يخص الموارد البشريه فانا قلت رغم نزيدوا في المناصب الماليه لان راه كنقول لك ملي تنقول لك 20000 منصب مالي 22000 منصب مالي بين الاطباء والممرضين راه ما يحلوش جمع المناصب نزيدوا ولا في التكوين خص افكار جديده. وانا ما زلت اتشبت وتنخدم على هذا الشيء الى اخر دقيقه في من الحكومه على الخدمه الصحيه الوطنيه. اللي عنده شي فكره اخرى اللي غادي نزيدوا بها القدام واللي شكرا السيد الوزير.